فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يأثم العامي إذا أخذ قول العالم المخالف للدليل والعامي لا يعرف أن هذا القول مخالف؟ يسأل يا أخي، ما هو بيأخذه على طول وهو ما يعرف دليله، يسأل أهل العلم. نعم، العامي يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هو بيقرأ من الكتب ويعمل به وهو ما يدري وش الصحيح من اللي ما هو بصحيح. نعم.